والدعم، والجميع يتحدث عن ضرورة وحتمية وصول الدعم لمستحقيه. الجميع يعلم أن المنظومة الحالية سواء في التموين في السلع التموينية لا يرى المواطن منها سلع تموينية لسبب بسيط. عندما نتكلم عن دعم سلع أساسية مثل السكر والأرز والزيت ثم تفتح بطاقة التموين ل54 سلعة أو أيا كان العدد، إذن مفيش ربط ما بين ما هو حق للمواطن وما يتم ضخه في قنوات بنسميها قنوات توصيل الدعم. بمعنى، وديت المثال ده في شهر يناير، تم صرف 130 ألف طن سكر من شركات الجملة على المحافظات، ومن ثم فرضيا أن يكون وصل للتاجر التمويني. ونفسي نسأل كل مواطن سمعنا، احنا 70 مليون او 71 مليون على البطاقات، يعني كان بمعدل 1.34 كيلو للمواطن. هل المواطن اللي كان عنده بطاقة عليها 5 افراد خد 6 كيلو ونص؟ نفسي نوجه هذا السؤال للمواطن اللي فخامة رئيس الجمهورية كلفني بهذا المقام حتى يصل الدعم للمواطن. إذا كان المواطنين اللي سمعنا بيقولوا آه، أنا هسكت ويبقى الوضع كما هو عليه. أنا مفيش جمعة ما نزلتش البلد، ومفيش جمعة ما سمعتش من الشكوى. هل نترك الوضع كما هو عليه ثم ننظر ونتحدث عن دعم رغيف الخبز للجميع وأنا منهم؟ مصر البلد الوحيدة اللي مسميها عيش عشان هو أساس العيش والمعيشة. هل نتكلم فقط ونترك ملايين الملايين تتحرك في منظومة دون أن يكون هناك حساب أو عقاب أو أن يكون هناك ضبط؟ نفسي تسألوا، وحضراتكم مصريين، وحضراتكم جارك عنده مخبز وجارك عنده مطحن وجارك عنده بقال تمويني، بص كان فين من 5 سنين ودلوقتي فين؟ ونسأل سؤال، هل ده هو مسار الدعم؟ أنا بقول لا. وكان هناك نقطة بسيطة، لو كل بني آدم ماشي في الشارع كان زمان كل مخبز له حصة. فاكرين كلمة حصة؟ يعني عدد معين من الأجولة يتم إنتاجها خبز مدعم بعدد 1250 للمئة كيلو. عندما الهدف من المنظومة وميكانتها هو فتح المجال للمواطن يأخذ من أي مخبز، كلام محترم جدا جدا جدا، بس ياخد إيه والمخبز قصاده بياخد ايه؟ حطينا الكروت الذكية في المخبز، جيد جدا، وقلنا لحصة المواطن 5 رغيف. طب هل في مواصفات للرغيف؟ هل لو الرغيف صغير يبقى هم 5؟ طب وهنفترض الرغيف صغير والراجل عد في الكارت 5، بيتحاسب صاحب المخبز
على 5 في 110 جرام، وما خفيك أنا أعظم. هل نترك ذلك؟ إذا كنت تريد ترك ذلك فهاي. ثم نجد الموضوع بقى بالكارت، هناك من ليس لديه كارت، حاجة بنسميها في النظم، لقينا خطأ في النظام فبنعمل ليه مكون تعويضي، فتم وجود ما يسمى بالكروت الذهبية. سموها ايه؟ الكروت الذهبية. مرة يقولوا عليها كارت المفتش، ومرة يقولوا عليها الكارت الذهبي. ايه الكارت الذهبي العظيم ده؟ انه مع صاحب المخبز. لما حضرتك ماشي كده، او هنتكلم في البطاقات الورقية، يقدر يصرف لك خبز وانت ما معكش كارت. طب اين الحساب والمراجعة على مثل هذا البند؟ عندما تم تحليل البيانات من الشركات العاملة في هذا المجال، لقينا عمود كده اسمه ما يصرف للمواطنين، مظبوط؟ اللي هو واحد معاه كارت وبيحطه في المكنة وبيتصرف، وفي جمعيات وجهات أخرى، وفي حاجة اسمها الكارت الذهبي. أحمد مهدي هنا؟ مش مهم. أنا هطبع لكم نسخة من تحليل سنة 2016، وتشوفوا حجم الكارت الذهبي وصل لقد إيه. هقول لكم في بعض المحافظات وصل ل 20% من الاستهلاك الكلي، وفي بعض المحافظات 10%، وفي بعض المحافظات 15%. طب ايه السبب الاساسي ورا ده؟ مركزين؟ مش قوي. السبب الاساسي ان احنا فتحنا الخبز على مستوى الجمهوريه، فحضرتك شرقاوي زيي سافرت اسكندريه وعايز عيش، طب والاسره فين؟ في الشرقيه. معاك كارت ولا ما معاش؟ طب ما نعمل كارت تاني ورقي. احنا فين؟ نمره 2، وهي الطامه الكبرى، ان هناك كروت ورقيه مضى عليها من الزمن 5 سنوات و4 سنوات و3 سنوات، والسؤال الكبير لماذا لم يتم اصدار بطاقه؟ ما حدش يقول لي اصل الست اشهر اللي فاتوا كنا بننقل البطاقه، ده عذر اقبح من ذنب. انا بتكلم عن سنه وسنتين، وفضلت. كنت قاعد مع مدير الجيزه، فين مدير الجيزه؟ اتفضل. قلت لي 65,000 بدل فائد وبدل مش عارف ايه، و 63,000 ورقه. مسؤوليتي يا فندم، مسؤوليتي يا فندم، مسؤوليتي يا فندم. انا اعرض على المجتمع الواقع اللي موجود، وساعرض كيف الحل. انما لست هنا لاشاور، لست هنا لأشاور مين سبب ايه، كفاية اضاعة للوقت. انما هناك حاجة اسمها كارت ذهبي تعويضي لمن ليس معه. تم تحليل البيانات وقلنا الحصة بتاعت المخبز هي ودي فوق الحصة. طب نقلل، لما حسبنا المتوسطات قلنا الكارت اللي اكتر من 500 رغيف في اليوم، يعني اكن في 100 واحد، ما المعدل 5 هيمروا من غير بطاقات. الحمد لله، وانا بقولها واثق من اللي بقوله ومسؤول امام المجتمع المصري، ان هذا القرار اخذ، ان اتاخد قرار ان الكارت الذهبي ما يزيدش عن 500 رغيف يوم.
كان في حاجات، بس ارجو عشان على الهواء انا هجاوب، كان في حاجات قليله 500 وفي حاجات 750 وفي حاجات 1000 وفي حاجات 1500 وفي حاجات 2000 لسه معاكم نفس، وفي 2500 وفي 3000 وفي 4000 وفي 5000 وفي 6000. يومي؟ نعم نعم. هل كان يمكن ترك ذلك؟ انا بقول وانا مسؤول، رحنا جايين على الحد الادنى عشان يبان اللي فوق. الحمد لله كل محافظات جمهورية مصر العربية كان في المكان ده منذ اقل من 3 ساعات، كل مديرين المديريات وكل رؤساء الشركات وكل المسؤولين في هذا في وزارة التموين لتحليل ورؤية ماذا حدث خلال يومين من أخذ هذا القرار. المشكلة تركزت في هؤلاء المحافظات بالاسم. نمرة 1 اسكندرية، نمرة 2 الجيزة، نمرة 3 كفر الشيخ، نمرة 4 أسيوط، لحظة، نمرة 5 المنيا، نمرة 6 الفيوم، نمرة 7 الوادي الجديد. أرجو إن أنا ما كنتش نسيت محافظة من اللي حصل. لا ما حصلش مشكلة. الغربية قليلة وكانت بعض بطاقتها، والغربية حالة بسيطة جدا. هقول هبص في الحل السهل. المنيا كان معظم بطاقتها في الشغل، يعني صدرت تحت الإصدار، تم إصدار، معلش عشان أبقى متأكد بس. حضرتك مدير المنيا معانا، تم اصدار كام؟ 54,813 بطاقه استلمتهم دلوقتي حالا بطاقه، وبالتالي ان شاء الله مفيش اي مشكله. لا مفيش اي مشكله. اشكرك. نفس العمليه في الفيوم، بس استاذن انا واخد الاسهل. كان 10,993 بطاقه وتم اصدارها وتم تسليمها لمدير المديريه، والراجل وعد ان يجيب الادارات ويسلمهم النهارده عشان بكره يبقوا اصدار. عفوا يا فندم، يعني البطاقه اللي تم اصدارها دي كانت معطله دي مثلا؟ ايوه، ما هي بدل البطاقات الورقيه. ما انا ارجوكم نرجع تاني والاعاده فيها افاده. احد الاسباب الرئيسيه المحافظات التي لم يكن بها بطاقات ورقيه لم ينزل منها مشاكل معظمها، عشان نتكلم الدمل والمرض وجود البطاقات الورقية او اهمال في اصدار بدل الفاقد او التالف او اصدار الجديد. لا لا، المواطن محترم جدا واللي ما عندوش بطاقة ما بيقولش حاجة، عشان برضو من فضلكم بأمانة الذي ظلم والذي يجب ان نرفع عنه الظلم هو المواطن. بعض الناس هتقول يا دكتور ما انت خدت القرار والناس ما لقتش عيش وبتاع. الحمد لله انهم ما لقوش عيش النهارده عشان نتكلم في هذه الامور. ليه؟ ده انا بقيلي اسبوعين في الوزاره لم تكن في الاولويه مثل هذه الامور، فاصبحت في اولويه قصوى. كنا بنتكلم على أرصدة وحضراتكم موجودين، كنا بنتكلم على استقرار سوق، كنا بنتكلم على توفير السلع التموينية، كنا بنتكلم عن الموسم الجديد للقمح، كل سنة وانتم طيبين. فالحمد لله، ودايما رب ضارة النافعة. إنما أنا بقول بناء عليه، بالنسبة للمحافظات التانية تم رفع في الجيزة واسكندرية
الحدود القصوى للكروت حتى يمكن استيعاب. اهو مدير الجيزة موجود معانا، مدير اسكندرية فين؟ اهو استاذ مبارك موجود معانا. ليه؟ قعدنا ومعاه ورقه وشفنا. وما بجاوبش بعد اذن حضرتك سيادة الصحفي العظيم، مش لا سألته ليه ولا غير ليه. احنا بنتكلم في النهاردة عشان بكرة يبقى افضل. يطلع الوزارة، تطلع الشركة، تطلع كذا. ما حاضر حاضر يا فندم، حاضر حاضر. لا يا فندم، لا لا متأسف متأسف. بعد اذن حضرتك عشان انا بتكلم، انا هسمع بعد اذن حضرتك. من فضلكم، حضركم قعدتوا معايا كتير، ساسمح بالاسئله من فضلكم. فبقول يجب ان احنا نتحرك للايجاب. هناك وقفه، ومن لا يعلم هذا الموضوع على اعلى مستوى من الرقابه ومن التحكم، وتم نقل قاعده البيانات الى وزاره الانتاج الحربي. اظن حضراتكم فاهمين. وهناك تحقيقات ولا لا؟ انا بقول لكم، انما لست في مجال ان انا اسوق اتهامات طالما هناك تحقيقات. وبالتالي اسكندرية والجيزة رفعنا الحد الأدنى حتى بناء على موقف وكلاء وزارة الجيزة ووكيل وزارة التموين في اسكندرية، وتم مراجعة، أنا من الساعة 11 معاهم إلى هذه اللحظة، مراجعة كل البطاقات الورقية كأعداد. وبالتالي تستحق إيه، تستحق إيه، تستحق إيه، وتم ضبط هذا الموضوع. لا هقول لحضرتك، تبع كل إدارة. هندخل في تفاصيل مش هنخلص لغاية الساعة 10 بالليل. المهم أن نحاول أي صدع حصل نضبطه حتى يكون المواطن، إنما الأساس هو استمرار وجود البطاقات الورقية. ولذلك لجميع المعادي، مثلا مثال الوادي الجديد كان عنده نقص في الفرافرة، حاجة بسيطة، هنطلع له كارت إضافي في الفرافرة حتى يمكن كذا، والدخل حاجة بسيطة وكذا. كفر الشيخ نفس العملية في بعض المناطق. كفر الشيخ استأذن مشي، صح؟ استأذن مشي. إنما في بعض دسوق كان فيها مشاكل، كفر الشيخ المدينة كان فيها مشاكل، سيدي سالم كان فيها مشاكل. بناء على المشاكل وهو أساسها البطاقات الورقية، تم الموافقة على إصدار كروت إضافية مع المفتش بحيث يستوعب هذه الزيادة. الأهم من ذلك كله، خلال أسبوع من الآن كافة البطاقات الورقية سيتم استيفائها بمعرفة المديريات وليس المواطن. نتيجة كل بياناتها فين؟ كل بياناتها فين؟ جيزة. كل بياناتها فين؟ كل بياناتها فين؟ ضبط. فهيتم استيفائها وترسل للوزارة. خلال أسبوع 10 أيام من إرسالها للوزارة سيتم إصدار البطاقة بكل الاحترام وكل الجد في ذلك. إذن الأساس في هذه المشكلة مهما كان التأخير في نهاية مارس ملوش دعوة بالتنقية، ملوش دعوة بإيه؟ بالتنقية. دي ورقة بيصرف وبياناته عندنا. خلال أسبوع هيتم تحويل كل البطاقات. لا يا فندم ما قلتش أسبوع يا فندم، خلال ما هو يعني أنا استأذنت الزميل، بستأذن حضرتك. عدد معلومة تانية يا فندم. بقول تم طلب من وكلاء وزارة التموين في كل محافظة بناء على البطاقات الورقية المعتمدة لديهم وبيصرفوا بها تموين عيش أو عيش فقط أو تموين فقط أيا كان الصرف، سيتم استيفاء بياناتها وتصل الوزارة خلال أسبوع. عشان حضرتك تعرف هتتبعت للإنتاج الحربي تدخل
تتأكد من الأرقام القومية. فقلت بعد ما تجي لي هنا هاخد أسبوع لعشرة أيام حتى تصدر. إذا لو إحنا النهاردة 7 يبقى أنا بقول في آخر مارس لن إن شاء الله بعمل جاد من المديريات وعمل جاد من كل الجهات لن يكون هناك بطاقة ورقية. على التوازي ومديري المديريات اللي موجودين سامعين وكاتبين هيتم ارسال بيانات البدل الفائد اسهل والتالف حتى يمكن اصدار ده اسرع من البطاقة الورقية. ففي اخر مارس هننتهي من هذا الموضوع الذي بلغني انه قارب على العمر 5 سنوات. دي نقطة. النقطة التانية وكانت اساس يا ريت البضاعة دي تروح لمنزل المواطن مباشرة، ما تروحش المديريات اللي بيحصل لعب كبير جدا في المديريات ومكاتب التمويل، تروح مباشرة. انا هزعل منك لتيجي التالت مرة تقاطعني. لا يا فندم والله انا واعي على المواطن، واعي على التموين، واعي على البريد، واعي على كل الجهات الموثقة. تمام؟ اذا كنت عايز تعرف السايكل الجديدة هبقى اعمل لكم مؤتمر صحفي حتى نفهم دورة العمل الجديدة، وليس هذا هو مقامنا. عايز نحط النقط على الحروف. نمرة 1 لا مساسة بحصص. عشان حضراتكم فين المصري اليوم؟ فين مندوبي المصري اليوم؟ مش موجودين. حضرتك تكتب مانشيت تهديد 19 مليون مواطن بالحذف من بطاقات التمويل. انا نفسي اسالكم هل ده مانشيت يكون جواه التنقية اللي انا قلت في 55,500 مواطن تم استكمال كافة البيانات؟ وهناك حوالي 19 مليون موجودين ومؤكدين على قاعدة بيانات ولكن عندهم نقص بيانات، فهيطلع له في الشيت اللي بيستلم بيه برجاء استكمال بياناته خلال 30 يوم، فده بنهدده. أنا لا أهدد مواطن ولا أهدد أي فرد، أنا أحافظ على مصلحة المواطن وأحافظ على دقة البيانات. وبدون حضراتكم جميعا بتقعدوا تتكلموا وتقولوا ما فيش قواعد بيانات سليمة، وسيادة الرئيس ينادي بتكامل قواعد البيانات، إذ لم تكن قاعدة البيانات مستوفاة كافة البيانات في ريكورد واحد، يوم ما تيجي تحسب منها حاجة مش هتطلع مظبوط. فعندما نتكلم في إصلاح ما هو غير صالح نحطها منشط تهديد 19 مليون. أشكرك وأشكر المصري اليوم. نفس العملية في الوطن، وما تفهمونيش أنا أنت عارف بحبكم كلكم، واللي هتقولوه انا بعلق عشان بس المواطن. الاقي الغرف التجارية تختلف مع مصلحي في اسعار السكر. طب انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين السعر ولا مش عايزين السعر؟ طب ما قلنا السعر واجتمع القطاع العام مع القطاع الخاص مع الغرف التجارية، وكان الدكتور علاء عز ممثل للغرف التجارية في الاجتماع وتم التوقيع على ذلك. إذا كان حد من الغرف التجارية وقروا اسمه وليه مصلحة ما تقضتش، هل دي مشكلتي؟ أرجو ألا تكون مشكلتكم انتوا كمان. لدينا مشاكل حقيقية يجب أن ننظر إليها ويجب أن نضع أيدينا جميعا مع بعض حتى نصلح ما يمكن إصلاحه بدون هذا الإصرار وبدون احترام المواطن.
احترام المواطن مش في الغلط، احترام المواطن مش في غلطة المديرية، احترام المواطن مش في التطنيش على غلطة مخبز، احترام المواطن مش في التطنيش على غلطة مطحن عندنا، احترام المواطن في أن تصله الخدمة والسلعة بدرجة جودة كما دفع فيها من فلوس المواطن حتى يكون راضي عن أداء هذه الوزارة. ولا يمكن هكسر في أي لحظة من اللحظات حتى يحق الحق. كانوا المديرين موجودين، كنت بقول لهم على موسم القمح، هي الشطارة ان انا اقول جبت قمح قد ايه، ولا الشطارة ان انا القمح المصري المحترم هو اللي يستلم والقمح المصري المحترم هو اللي يحافظ عليه في اماكن تخزين محترمة؟ هي الشطارة ان احنا نحط منشط تخزين، شطارة في التخزين وجودة اللي تاخده، ما تاخدش من السنة اللي فاتت ولا تاخده مخلوط ولا تاخده قديم. بصوا حضراتكم، لو هنقعد نعلق هديكم نقطة. كل اللي انا بتكلم فيه ايه؟ هو نظام توصيل الدعم لمستحقي. لو انا قعدت زي ما حضرتك بتقول دي مسؤولية شركة اكس ودي مسؤولية المدير المديرية ودي مسؤولية كذا، حوصل لايه؟ طب ليه بقى اقعد اعمل كده؟ الاخطاء الجامة والخطيرة تأتي عندما يكون النظام القائم، والنظام هو مجموعة إجراءات تترابط مع بعض حتى يمكن الوصول لهدف معين. إن لم تكن هذه الإجراءات منضبطة ومحددة المسؤولية تسقط أي مساءلة. وكان السادة المديرين موجودين والجميع يعلم جيدا، وأنكم إذا كنتم ما تعلموش، النظام الحالي حتى هذه اللحظة لو قلت لي مين مسؤول عن ايه هديك جايزة. مكتب التمويل كان بيعدل في البيانات، الشركة كانت بتعدل في البيانات، في لحظة من اللحظات لغاية يناير اللي فات كان البريد بيعدل في البيانات. انا بقول لكم كراجل مسؤول عن نظم معلومات، هذا مشاع. فتح بطاقة العيش على مستوى الجمهورية مشاع اخر، فتح بطاقة التموين على مستوى المحافظة مشاع ثالث. هل هغير بكرة؟ متأسف. قواعد تغيير النظام لها قواعد معينة، هناك ضبط لقاعدة البيانات أولا، ثانيا استكمال وما يبقاش فيه نقاط ضعف زي البطاقات الورقية أو فائد أو كذا، وأقعد أعوضه بطرق مختلفة. هنضبط ده، وده تبع اجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية، سواء وزارة التموين سواء وزارة الاتصالات سواء وزارة الانتاج الحربي، هيتحط برنامج باليوم لما يتم تحديثه وما يتم اعلانه وما يتم استكماله باليوم. واعتقد عشان راجع المواعيد ان انا عامل اول اجتماع للجنة العليا لهذا الموضوع اللي بتشارك فيه الرقابة والامن الوطني والاتصالات والانتاج الحربي، واحنا بحيث نجتمع ونحط الاجراءات 1 2 3 4 5 6 مين بيعمل ايه وبياخد زمن قد ايه ثم ننتهي في وقت قد ايه. هذه امور حد يقول طب ما اتعملتش ليه؟ متأسف، هتتعمل. نتيجتها ايه؟ قاعدة بيانات مؤكدة، كروت مؤمنة، شبكة معلومات سليمة. اذا حطينا ده مع رفع جودة السلع من الشركات المنتجة عندنا، ضبط التوزيع على المحافظات، ده اللي كنت بتكلم فيه النهاردة، ضبط التوزيع على البدالين التموينيين، تأكد من ان المواطن وجد السلعة اللي الدولة وفرتها له، ده الدورة الى ان يتم عمل نظام جديد
محكم وموجود في نقاط المسؤولية اللي احنا بنعملها خطوة بخطوة حتى يمكن نقول على الأقل الدعم للموازنة العامة للدولة لمجمل المواطنين اللي موجودين. فبقول الشروط الآتية: نمرة واحد، لا مساسة بالدعم في مفهوم رغيف الخبز أو بطاقة التموين أو البوتاجاز، وده مش اللي أنا بقوله، حضراتكم عارفينه كويس جدا. ولكن الأهم من ذلك أن تكون هذه الأموال وهذه الموازنة الضخمة بتتحول لسلع ذات فائدة للمواطن وبتصله بطريقة محترمة ويسيرة. أحد النقاط الأساسية، لو تلاحظوا منظومة الدعم السلعي ما فيهاش دوشة ولا فيها دوشة فيها السلع ووصوله كده، إنما هل الكارت اللي موجود وكارت البقال وكده مضروب زي بتاع الخبز؟ ليه؟ عشان مش مفتوح. مش على كده، كارت البقال بياخد اللي انت خدته يحطه فين؟ عنده. انما الخبز اونلاين، عارفين طبعا انتوا خواجات اونلاين، اللي ضربه خلص، ضرب خلص، دخلت على النظام واخترقته خلص، اسمعوا بقول ايه. فاذا لابد من اعادة النظر، مش بتكلم في عدد الارغفة ولا بتكلم في وزن الرغيف ولا بتكلم في المواصفات ولا بتكلم في صاحب الفرن، بتكلم في نظام المعلومات الذي يتحكم في هذه المنظومة. كيف بحق الله ان يكون نظام مفتوح ليس له اي رابط؟ هل واضح؟ وبالتالي اسمحوا لي ان انا اشكركم لاهتمامكم. حاضر والله، انا هو انا مشيت يا فندم، يا فندم هسمح بالاسئله. كان هدف هذا الاجتماع هو بعث رساله اطمئنان لكل مواطن له حق في خبز او سلع تموينيه او بوتاجاز او اي سلعه مدعومه أن يكون جزء أساسي من هذا النظام. ولكن لظروف تاريخية كان هناك من يأخذ بورقة ممضية من مدير التموين، ومن كان يأخذ ببطاقة ورقية، ومن كان يأخذ يقول له اديله ثلاث ترغيف. هل بكرة الصبح هيتغير الوضع ده؟ في جزء كبير من المحافظات اللي أنا قلتهم هدي أوامر للشركات إن دي النهاردة لن أغادر الوزارة إلا بعد إن أنا أدي أوامر للشركات. قد تحدث الساعة 10 الصبح، مش الأمر تنفيذ، قد يحدث إصدار كارت جديد ياخد 24 ساعة، قد يحدث، إنما كل الأوامر التي والنقاط التي تم الاتفاق عليها مع وكلاء وزارة المحترمين لوزارة التموين لن أغادر إلا إما أخذ أوامر. قبل ما أنزل اديت أوامر بتاعت اسكندرية. اسكندرية 8 الصبح خليك تبلغني إذا ما كانتش اشتغل. ما أنا قلتها يا ابني. زيادة الحدود الدنيا للكروت تبع المحافظات بناء على أعداد البطاقات الورقية. من قلتها؟ أنا اللي أنا فاكره آخر واحد كنت بناقشه في الجيزة بس 63,000 في محافظة اسكندرية، قد تزيد عن ذلك. أخطر محافظتين في البطاقات الورقية ربما اسكندرية تبقى نمرة واحد، معرفش، يليها كده. بينما لما تيجي تبص في محافظات أخرى ما فيش الظاهرة دي.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي عين على البرلمان. حلقتنا النهارده من محافظه الدقهليه. محافظه الدقهليه تعد احدى المحافظات الاهم في دلتا مصر. النهارده وفي اطار تعليمات القياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي بان المحافظين لن يجلسوا في مقاعدهم بل ينزلون إلى المواطن لرصد العملية الحياتية والأمور الحياتية والمشكلات أيضا التي تخص المواطن والعمل على حلها. النهاردة إحنا في جولة النهاردة مع سيادة المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الذي جاء هنا في العديد من الجولات، ونحن الآن في مدرسة المنصورة الثانوية بنات لرصد العملية التعليمية في هذه المدرسة، مدرسة المنصورة الثانوية بنات الجديدة. النهاردة معانا سيادة المحافظ وبنرحب بالدكتور أحمد الشعراوي محافظ دقهلية. برحب بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين جميعا. النهاردة جولة لحضرتك، النهاردة حضرتك نازل على إحدى المدارس، النهاردة ما رصدته النهاردة من خلال لقاءات حضرتك مع الطالبات في المدرسة؟ وعايزين نتكلم على مدرسة مسألة الدروس الخصوصية يا فندم. النهاردة برضو لسه المحافظة بتحاول جاهدة منع الدروس الخصوصية خاصة أنها بدأت تتزايد في الآونة الأخيرة. عايزين نعرف إيه اللي رصدتوه داخل المدرسة النهاردة وإطار المحافظة في عملية الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية في المحافظة ده. بداية طبعا ظاهرة الدروس الخصوصية وجدت من قبل للتسابق ما بين الطلبة وبين بعضهم من يحصل على المجموع الأكبر. كانت المدرسة في التوقيت ده يمكن لحد كبير بتقوم بوظيفتها على الوجه الأكمل، ولكن أنا عايز أجيب أكتر منك فبدأت أستعين بدروس خصوصية، دي بدايتها. عشان تقضي عليها على المدى الطويل يبقى لازم تخلي المدرسة فيها اكتفاء للطالب، الطالب بيكتفي من اللي بياخده في المدرسة بأنه هو يحصله. يبقى أنت كده بتحاربها عاملة زي السلعة، واحد بيولي في الأسعار بأنك أنت تحط بدائل أرخص سعراً، والبدائل دي تكون على مستوى من الجودة بحيث أنها تنافس المعروض. النقطة الثانية أنك أنت تحجم هذه المسألة بأن حضرتك أولاً فتح دروس خصوصية فحضرتك ما بتدفعش ضرائب، حضرتك 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 كويس؟ نبدأ نعمل لهم حصر وبالقانون، ما تهاجمش الناس ان هم في نفس الوقت هم بيقدموا خدمه للطلبه وانت في وسط العام الدراسي. اهميتها كاهميه المدرسه النهارده لان الطالب اللي موجود فيها النهارده ديبندنت عليها، يعني هو معتمد عليها. لما اجي النهارده اقول لا وانا باقي على انتهاء العام الدراسي شهرين، يبقى احنا هنا بنجافي الحقيقه او بنقول حاجه ما تتنفسش على ارض الواقع. لا، احنا بننتظر لغايه ما ينتهي العام الدراسي ونبدا نحط ريجوليشن. حضرتك عايز تعمل سنتر دروس خصوصيه، نبدا نشوف مدى شرعيه هذا الكلام ومدى اللوائح اللي احنا ممكن ننفذها عليها. اولا في جزء هيبقى ليجل وهو ان الناس هتروح رضيت ام لم ترضى، يبقى لازم تديها اطار من الشرعيه الاول انك انت لازم ترخص. دي مقترح حتى الان. لازم عشان يبقى عليك ضرائب لازم يسجل عندك عدد الطلبه قد ايه، يبقى انا كده حطك اندر سكوب انك انت راجل بتدي دروس خصوصيه. حضرتك مدرس عندي، ابدا اتصرف انا معاك في هذا الموضوع بما لانك انت لما تيجي تعمل عمل زي ده لابد تاخد موافقه مني. وضع الضوء على مثل هذه الاشياء هو اللي ينظمها وهو اللي يمنحها في نفس الوقت. انما لو ههاجم انا لن استطيع ان ادخل الشقق كلها اللي بيتم فيها الدروس الخصوصيه، هتتم غصب عننا. لازم ندور على الحلول الواقعيه، ودي احنا يعني عندنا مهله الى ان ينتهي العام الدراسي ومش باقي عليه كتير، وننتهي فتره الصيف ان احنا نحط الحل الصح لها اللي هو يبقى حل يتسم بالواقعيه، وانك انت ما تبقاش عملت شو ان انت هاجمت اكتر من مركز دروس خصوصيه وقفلتهم هيطلع لك 10 غيرهم. فهي دي انا حاططها تحت الدراسه، وعشان كده بادئ بالمدارس اشوف المشاكل ايه. الطالب لازم يكون عنده انشطه داخل المدرسه جاذبه له بالاضافه لعمليات تعليميه، فبالتالي المدرسه منشاه بتعلم وتربي. لازم الاقي فيها تنميه المواهبي، لازم الاقي فيها الطاقات اللي عندي تطلع فيها،
مش مسألة إن أنا بلقنك دروس وبس، لازم تعمل عوامل جذب أخرى للطالب داخلها من خدمات من كل الحاجات دي، وفي نفس الوقت جودة العملية التعليمية وجودة التعامل مع الطالب. أنا النهاردة لما ألاقي نفسي بتلقى الدروس وبفهمها داخل المدرسة ومجاني بدون فلوس وشايف مستوى كويس، أنا النهاردة هروح درس ليه؟ ده واحد. اتنين، في أكتر من حاجة جذباني للمدرسة، فأنا مضطر أروح ما غيبش من غير دفتر الغياب، أنا نفسي أروح المدرسة دي، لازم مهم قوي. دفتر الغياب ده مجرد عملية كنترول، إنما الأساس أنا لازم أكون عندي رغبة أروح، ده الأساس فيها. تلاتة، أنت لما تعمل ريجوليشنز وحدد الظاهرة إن سعادتك أصنفك الأول، أنت واخد لايسنس مني وبالتالي منعتك من دخول المدرسة كمعلم، حضرتك هرخص لك وهتدفع ضرائبك وهتعمل كل شيء تمام، وهمنعك من دخول المدرسة لأنك أنت بتعمل عمل خارجي يتنافى مع المدرسة. ألا تعتقد معايا إن دي تحدي الظاهرة؟ وساعتها أنا هاجم مين بقى؟ الغير مرخص. ده مقترح هدرسه من الناحية القانونية والناحية التنفيذية. في ناس تقول لك إيه، شرعنا الدروس الخصوصية. لا بالعكس، لما تيجي تبص لها أنا حرمت الدروس الخصوصية بطريقة قانونية، هي كده كده موجودة في أنت حضرتك بتقننها بضوابط معينة. بدل ما هي نشأة قدامنا وتحت عينينا هتتم في أماكن مش تحت عينينا، وبعرض ولادنا لمخاطر كتير. طب أنا لا لا، في الأساس الحفاظ على أولادنا دول هو الأساس، مش عشان يتعلمهم يضطروا يلاقوا مصاعب كتيرة أنا اللي بحطها في سكتهم، لا. طب فندم، يعني إطار حضراتكم لتطوير المنظومة التعليمية، النهاردة في بعض الطالبات والطلبة ما بيحضروش خاصة في الشهادات، إيه اللي ممكن حضراتكم تعملوه لضبط هذه المسألة؟ شوف، أولا عندك مدرسة زي دي مدرسة متميزة كويس، فيها أنشطة وفيها تعليم جيد، التدافع عليها كبير جدا. فبالتالي وانت مهما كان بتلاقي مثلا لو انت قلت هاخد من 95% بتلاقي طلع لك في الدرجة الواحدة، مش في 1%، في الدرجة الواحدة طلع لك 200-300، انت هتضطر تاخدهم، فبالتالي بتبقى في كثافة كبيرة. بداية الحلول الكثافة القليلة، اولا بتدي إدارة المدرسة والقائمين عليها فرصة انه كنترول، فرصة للتواصل مع الطلبة، لأن على العدد الكبير أنا مش هقدر أتواصل تمام؟ حتى لو المساحة كبيرة، لا المساحة كبيرة أجزأها على مدرستين أفضل لي، عشان يبقى الإحكام الكنترول على المدرسة في إيدي. تقديم خدمة كويسة كويس. اتنين، الثانوية العامة هي عبارة عن حولناها إلى كيف تجمع درجات، مش كيف تذاكر، مش كيف تفهم. هقول لك على حاجة، الدروس الخصوصية بيعلموا الولاد لما يجي لك السؤال بصيغة 1-2-3 تكتب 1-2-3 وتحط تحتهم خط عشان المصحح يشوفه. فتغيير نمط الأسئلة هيخلي فيه نماذج من أسئلة هتجيله في المدرسة، والمدرسة عن طريق الوزارة بتعرفهم كيفية النماذج دي بتتحل ازاي وهو كلام من ده، هتبدأ المدرسة تاخد وضعها، لان لازم ننقي طريقة فيها تنوع من طريقة الامتحان، فبالتالي ما بحفظكش طريقة الامتحان. والتسابق ده يقل، يعني هي في خطط طبعا طويلة المدى، وما تنساش ان احنا بنعالج قضايا تم يعني ايه نسيان هذه الملفات مدة طويلة، وانت جاي في فترات صغيرة عايز تحسنها فجأة. لو قلت لك ان انا حسنتها ابقى انا مش محق. اكيد العملية التعليمية هتاخد وقت، وفي يعني مشاكل كتير في المنظومة التعليمية، ولذلك احنا لاحظنا برضو ان حضرتك جاي النهاردة ومختار مدرسة خاصة بالبنات، البنت النهاردة هتبقى ام، هتبدأ تربي، دي كانت نقطة. هي دي اللي جت في دماغي، ان انا مش بصص لها انها طالبة، انا بصص ان لو تلاحظ دور المرأة في حياتنا على الاقل، هي طبعا طول عمرها الام، حتى الام اللي كانت غير متعلمة المصرية ام طول عمرها عندها وعي، ربط الاجيال اللي انت شايفها كلها بوعيها وباحساسها بالمسؤولية. الام المصرية بتتحمل ما فوق الطاقة، بتدير بيت،
بكتير بقليل بتديره، عمرها ما بتحسس ولادها ان الدنيا قليلة او كتير. لا، دي الام المصرية منظومة كبيرة. وايه، ما بتكلمش على الام اللي احنا شايفينها متعلمة وبتدير، لا، انا بتكلم على الام المصرية البسيطة، لا، عبقرية. فبالتالي في الفترة الأخيرة تعظم دور الايه، الام والمرأة بصفة عامة. فاحنا هنا بنعد مين هي، هتخرج لمجال العمل وتضخ في جهودها في الأعمال المختلفة اللي موجودة في البلد، لكن في النهاية هي أم. الأم دي مصنع أجيال قادمة، سواء كانوا رجال أم سيدات، هي المصنع، هي اللي بتربي. أي واحد يقول لك أنا ربيت ولادي فهو يعني مجافل الحقيقة، لا، الأم اللي بتربي. فبالتالي إعدادها مش تعليمها بس، إعدادها أنت بتنشئ أجيال قادمة على مستوى جودة عالية. لأن اللي أنت شايفه في الشارع من عشوائية سببه في حاجات كتيرة جدا سلوكياتنا. تصحيح السلوكيات يبدأ منين؟ من أمهات المستقبل دول. دول أمهات المستقبل اللي احنا شايفينهم. عندهم إعداد كويس هتلاقي منتج عندك كويس جدا بعد كده. طب دكتور، يعني القيادة السياسية بتعمل زي ما حضرتك قلت كده، بنبدأ بإعداد النشء الصغير. النهاردة احنا بنحاول ندفع عجلة الاقتصاد، مدى اهتمام المحافظة به التعليم الفني بجانب التعليم الأساسي فني؟ شوف، طبعا ايه، دي خطط دولة، والتعليم الفني سيكون له دور ان شاء الله كبير. تحسين جودته يبقى له مستهدف بطلع منه ايه، دي هتشوف على المدى الطويل. لان سياسات التعليم مش مسؤوليه المحافظه، لان في سياسات عامه للدوله وتوجهات بتضعها الجهات المسؤوله والوزارات المسؤوله. لكن اطمنك على القادم، بقولها عن ثقه، اطمنك على القادم، في دراسات صح لاصلاح منظومه التعليم بما يتناسب مع التارجتس او الاهداف بتاعتنا. وهتجد في المنظومة التعليمية في حلول للي موجود على الأرض، وفي حلول جديدة تماما بنظام جديد هتتبع إن شاء الله، بحيث إن احنا في المراحل الأولى من التعليم نبدأ بسيستم مختلف. ده أعتقد خطة قصيرة المدى، وفي خطة طويلة المدى هتجدها على الأرض. عايزين من الإعلام إن هو يصبرت هذه المسائل. ليه؟ أنا وأنا بادئ خطة جديدة هتطلع فيها بعض العيوب في التنفيذ، ده بالتأكيد، لأن أنا بتعامل مع البشر دول كلهم. ما ننقش العيوب ونحط الضوء عليها ونترك إن الخطة دي نفسها صح، فيها 90% تطبيق صح وفيها 10% تطبيق مش مظبوط، ده يجري إصلاحه. لأن إحنا كلنا منظومة واحدة، إعلام بمجتمع مدني بمؤسسات حكومية بمواطنين، كل دول المفروض الهدف بتاعنا مصلحة بلدنا. فبالتالي كل واحد عليه دوره يؤدي. في هذا الإطار يا دكتور بسأل حضرتك، مدى تجاوب الجهات المعنية ووزارة التربية والتعليم، إلى أي مدى التكامل ما بينكم في بوتقة واحدة بيخدم هذا الهدف؟ وهل هناك مشاكل ما بين الوزارات أو ما بين المؤسسات المختلفة لتنفيذ هذه المنظومة؟ شوف والله حضرتك على حاجة، لما تتحدث مع أي من السادة الوزراء هو في النهاية يهمه مصلحة ما يهم وزارته من خدمات في قلب المحافظة، لأن هو مسؤول عن جميع الخدمات اللي تخص الوزارة في محافظات مصر المختلفة. فبالتالي بالمنطق لماذا هيعرقل حاجة زي كده؟ في فرق بين أن تصلوا المشكلة وهو يضع عليها حلول، وأن لا تصلوا المشكلة من بابه. في فرق كبير قوي. المشكلة في معظم الأحيان أن توفيرا للجهد ممكن ما وصلش الرسالة دي للمسؤولين عنها، فبالتالي وتحجج أنه أكلمنا وما جالناش ريسبونس ونلقي بالتوابع على غيرنا ولم نسائل نفسنا احنا عملنا ايه. دي نقطة أساسية. وعلى فكرة في غالبية الناس بتتبع الأسلوب ده حتى في المواطنين، يعني هو محتاج ان ايه، انه يتك على زر كده الحاجة تخلص، مش عايزها يزدك على زر تاني يطفيها. لا، انت هل تقدمت بشكوى ولا لا؟ هل حاولت الحل هذه المشكلة؟ هل في 100 هل قبلها؟ كويس، الأبواب مفتوحة. انا كنت في اماكن مختلفة، الاماكن مفتوحة،
لاي مواطن عايز يقدم شكوى. في معرقلات وفي عراقيل ما انكرش، ولكن بنسبه 70-80% يقدر يوصل بوسيله او باخرى يستخدمها ويشوف الريسبونس بتاعته هتبقى شكلها ايه. وده تعاونه في اصلاح الشارع، في اصلاح السلوكيات العامه، في اصلاح المجتمع بصفه عامه. دورنا كلنا، مش دور المسؤولين بس ولا دور الحكومه بس، دور المواطن فيها بدرجه كبيره جدا. يعني هقولها يمكن هو مثل بنشوفه كلنا لما نسافر بره، هل يستطيع اي واحد فينا ان يلقي بورقه في الشارع بره؟ هل خوفا من القانون بس؟ لا، هتلاقي كل المجتمع اللي حواليك من المواطنين اللي في الدوله دي بصلك بصه تخجل منها، فبالتالي ما بتكررهاش. انما احنا هنا مش مساله ان احنا نبص لبعض، بالعكس احيانا تبقى سيادتك زميلي في العمل وشفتك بتعمل حاجه غلط، يبقى انا مش هعمل زيها. من حق الصداقه علي ان اسكت عنك واداري عليه، ولو انا رحت قلت عليك حاجه يبقى انا مش صح. لا، الفلسفه دي لازم نغيرها. أنا بشكر حضرتك يا دكتور وأسيب حضرتك تكمل الجولة، وهنكمل معاكم الجولة مع سيادة المحافظ أحمد الشعراوي. بلدكم كتير. المصريين اصلا بيحبوا السوريين وبنحب كل الدول العربيه، تمام؟ واحنا كلنا المفروض اسره واحده زي ما انا هنا، احنا هنا اسمنا محافظه الدقهليه، صح كده؟ في محافظه الغربيه، في محافظه الشرقيه، في محافظه القاهره، ولكن في النهايه كلنا بلد واحد ووطن واحد، كذلك كلنا عرب. بالظبط كده. والوحده البيناتنا راح تضل على طول، ما يعني ما الوقت يلي راح والوقت صارت وحدتنا لهلا، نحن سوريين ومصريين بلد واحد من يوم يومنا. مش هقول اهلا، لان لما تقول اهلا بتقولها الواحد ضيف عليك، وانت مش ضيف، انت صاحبه مكان والبلد بلدك، فما رحبش بيك في بلدك. عراسي البلد واصحابها. والله شكرا لك حضرتك، ده الاحساس اللي لكل الطالبات زي حاله ومثلها حاسينه وشعرينه في قلب المدرسه. بالفعل هم اولادنا وهم حاسين بكده، يعني بنقدم لهم والله كل التسهيلات اكتر كمان من اخواتهم اللي موجودين هنا. بالتاكيد ده مش بروموشن او حاجه بنديها لهم، ده حقهم علينا. زي ما قلت لك كده، انا بشبههم واحد من القاهره، واحد من الاسماعيليه، واحد من السويس، وجاي قاعد هنا، ده بلده. انا مش هرحب بيه في بلده، ولو عليا ان لو له مشكله حلها له كمان، ده حقه عليا في الشغل، عشان انا باخد علاج اكتئاب وابني عنده كهرباء زايد، عايزه بس حل المشكله دي. في خدمه المواطنين وفي القاء يوم الثلاث نحل لك مشكلتك في خدمه. وهقول لك على فكره حلوه، طلب بظرف ما تستناش خدمه، طلب بظرف مقفول، تسليم يد بيد، هتلاقي هقعد لك حد على باب المحافظه يتلقى الظروف دي منك لي انا على طول مباشره. ماشي يا باشا، الله يبارك عليك. كاميرا، يعني انت لو جيتي وما خدش منك كويس هشوفه، احنا شايفينه ومسجلين عليك الكلام ده. الله يبارك لك يا رب. الله يبارك. عاجز، جوز عاجز، عايزه كشك لجوز يقعد فيه، عاجز ما بيشتغلش وانا ببيع في السوق. موضوع الكشك هنعمل لكم كشك شكلها حلو، تمام؟ ويبقى شكلها موحد وواخده دهان واحد عشان يبقى شكل البلد حلو. ماشي، لا هعمله لك. حاضر 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 حاضر، الكشاك هنحدد الكلام ده مع الحي بحيث يبقى الشكل كله شكل واحد، واللي عايز يفتح يبقى كانه محل خاص بيه. ناكل عيش، اهم حاجه ناكل عيش يا باشا، ربنا يبارك لك. ايه؟ ما بيبعتوش عمال النظافه ينظفوا الشوارع من على الطريق، لا جوه بعد التامين، هم بيجوا لغايه التامين ويمشوا ورا بقى. في مناطق وفي مناطق، كويس؟ انا وانا ماشي صورت بعض المناطق مش نظيفه. ماشي، طب 800 جرام؟ لا
حاسس الانتاج 800 جرام بكام؟ ب 12 جنيه ب 12 جنيه بكارت التموين على الوزير ببطاقه التموين بس الفرد له 21 جنيه دعم مالي على اربع افراد او خمس افراد اضرب 21 المية دي انا لازم اكون عشان استنفذتها لازم تكون مسدده ببطاقات تموينيه تمام اكيد جميل قوي بعمل تسويات من كان المكنه طب لو انا لميت بعض البطايق التموينيه وسددت لك الكلام ده لا ما يبقى تجميع يبقى ده حق شخصي فرط فيه المواطن وده لو اتمسكت عند بقاله تمويني وجه رساله للمواطن ما تديش بطاقتك لحد ولما تروح للبقاله التموين خد احتياجاتك وخد بطاقتك منه ويمشي طبعا. ما تسيبهاش معاه بالظبط كده لان هياخد الكلام ده لحسابه هيصرف بقى خبز مع الوزير مع الوزير هيصرف بقى خبز مع الوزير بطاقه تموينيه بيصرف بقى خبز فرق نقاط خبز من يوم 21 في الشهر سلع مجانيه ما بتدفعش حاجه بيصرف كذلك مقررات تموينيه من يوم 1 لنهايه الشهر دعم مالي للفرد 21 جنيه ايا كان عدد افراد البطاقه التموينيه انا يهمني انا شفت الكميات اللي تم ضخها من السكر في التوزيع العشوائي في الشوارع وعن طريق الوحدات المحليه ما زال ان ممكن تستغل من بعض الجهات انها هبعت لك ناس مش انت اللي هتتسيب انا هبعت لك ناس تاخدها وانا هلم الحاجات دي من الناس وفرق الاسعار لحساب انا الشركه العامه الحره مع الوزير مكيس للجامعات التعاونيه الاستهلاكيه بسعر 10.5 سايب ب 11 جنيه للانشطه الثانيه حر في الاسواق بيختلف تبع نوعات السكر وتبع استيراده انما المقررات التموينيه للفرد بسعر 8 جنيه سايب المقررات التموينيه توصل اللي عايز ان شاء الله يكون عايز قد ايه بس توصل له هو بالظبط ما يجيش واحد تاجر يستغلها زي قبل كده كانت الجامعات الاستهلاكيه تتحط فيها البضاعه تتاخد بمواطنين مش من حد تاني مواطنين ياخدوها وبالتالي يبدا احتكار للسلعه وتتسحب من السوق لا انا يهمني دي واحد تنصرف له بطريقه صح وموجود بلر بالاسعار على جوه المحل واضح في سعر قطع الخبز زي ما احنا داخلين كده شفنا سعر السكر تمام. سعر الرز اتغير وهو ما عدلش اتعدل لسه امبارح بس اعتبارا من 1/3 هو كان ب 6 و 7 وربع عشان 7.5 تم صدر قرار امبارح باشاره امس تم تعديل سعره للتاجر بسعر 6 وربع عشان المستهلك 6 جنيه ونص يبقى سعادتك بقى اول ما يتغير سعر تاني يوم تكون في لا تاني يوم تكون في حمله على جميع المراكز بحيث اشوفه غير ولا لا اكيد يا معلم تمام المتابعه اهم من البدء طبعا يا في هنا كتير انا الاخر شفت حاجات كتير وقف الدنيا خالص الجراج ده للشال ما يسيبش ان نبهدل الدنيا عندنا مشكله في شقق الاسكان الاجتماعي سياده المحافظ شقق الاسكان الاجتماعي اللي اتكتب انها في طلخه قالوا لنا انها تتبني في بطرة واحنا من ساكنين المدينه وكنا عايزين كنا قدمنا شكوى لحضرتك والناس قبلوا حضرتك لكم هنشوفها بالظبط حاضر ونحن بنتابع الآن مع سيادة المحافظ أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية جئنا إلى هنا منطقة الفردوس إحدى المناطق الشعبية وإحدى المناطق الفقيرة من أجل رصد أهم المشكلات داخل هذه المنطقة نحن الآن في إحدى المحال المخصصة لصرف المقررات التموينية سيادة المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي جاء لرصد عملية ومتابعة عملية البيع والشراء وأيضا أهم مطالب الجمهور الخاص بالسلع التموينيه. برحب بحضرتك سياده المحافظ مره ثانيه واحنا شايفين حضرتك وحضرتك في جوله مفاجئه على احدى المحال المخصصه لصرف المقررات التموينيه. الحقيقه دكتور احمد الدوله بتنفق وتصرف على العديد من مليارات الجنيهات للمقررات التموينيه والدعم ولكن برضو لسه المواطنين بيشتكوا من عدم وجود سلع كافيه من المقررات التموينيه، ايه دور المحافظه لتوفير السلع التموينيه والمقررات التموينيه في محافظه اهل؟ شوف اقول لحضرتك على حاجه. انا تابعت اللي تم صرفه على المراحل اللي فاتت، تم ضخ كميات من السلع كبيره جدا. مش هنكر ان في تسريب، ده بالتاكيد لازم يكون في تسريب حتى لو الدنيا ماشيه كويس. لكن الرقابه والمتابعه المستمره هتقلل بقدر كبير جدا من التسريب اللي بيحصل، لكن هتمنعه خالص؟ ما اعتقدش. استمرار المتابعه على المدى الطويل ممكن يمنعها لك خالص، انك انت بس عايزه جهد وعايزه وقت، انك انت تضمن ان الحاجات اللي موجوده قدامك دي بتصرف على البطاقه التموينيه، هي بتصرف ولكن هل انا خدت بطاقتك التموينيه وصرفت منها او بطاقتك انت وغيرك وغيرك؟ من الممكن اديك مثلا ايه على البطاقه التموينيه بتاعتك اي حاجه واخد اصرف بقى اللي انا عايزه. ده
اما يحصل انت ما تقدرش تمنعه، لان في النهايه اللي بيتم قدامك وقدام حتى اللي بيشتغل هنا بيتم بطريقه صح، فبالتالي عمليه ممنهجه الكنترول عليها صعب، لكن بالتدريج وبمنعها وبانك انت تشوف طرائب الاسواق اللي بتبيع باكتر من السعر ومصدر السلع ايه، من الممكن تقلل منها لحد كبير. حضرتك شفنا من خلال الجوله بتاعت حضرتك ان حضرتك قررت للشخص المسؤول هنا بتغيير الاسعار فور تغييرها من الوزاره فورا، ده عشان خاطر المواطن يبقى عارف الاسعار اتغيرت بسرعه ولا لا؟ ده بياتي في اطار اهتمام حضرتك واهتمام المحافظه بالحد من تضارب الاسعار يا فندم. ده مش اهتمام المحافظه، ده اهتمام الدوله، ان يعني تم تخفيض سعر ده من امبارح. تمام، انا المفروض النهارده الصبح اكون لافف على جميع المراكز السلعيه دي كلها واكون مطمن ان تم تغيير السلع على البانرز اللي موجوده. انا مش حاطط البانرز منظر، لا، في ابديتس للاسعار لازم يتم يوميا، اذا كان حصل تغيير لازم يتم على ارض الواقع واتابع هل بيتم الصرف بالسعر الجديد ولا انا شغال بالسعر القديم. هنا السؤال، ودي تتم بعمليه مش مباشره، ومش عارف ان انا جاي لك مفتش تموين، لا، في ناس هتنزل على الارض ما يعرفهمش، موظفين عاديه جدا من اللي موجوده بتكلفه انزل الميلي 1 2 3 كويس، هيشتري هو وهيجيب هو وهيشوف الاسعار شكلها والدنيا شكلها. لو بسأل حضرتك فندم على حجم دعم المقررات التموينيه بالنسبه لابناء المحافظه والمواطنين، هل حضرتك تقول لنا قد ايه؟ انا اللي اقدر اقول لك ان تم صرف خلال شهر واحد 250 طن سكر وصرف 50 وجاري صرف مجموعة تانية، كل ده في خلال شهر. ولما تشوف كمية السكر اللي موجودة، انت بتكلم على كمية الصرف اللي هي بينزلوا من الوحدات المحلية والقرى بيوزعهم على اللي عايز يشتري، يعني المواطن بيتقدم ياخد عدد من كيلوات السكر ويدفع سعرها. تمام، ده غير اللي بينباع بالسعر التاني هنا، ده دلوقتي على البطائق التموينية كمية كبيرة جدا من السلع بتتوزع، ما اعتقدش انها تسبب شكوى، انما في تسريب هو اللي بيسبب الشكوى. فعشان كده انا بحاول دلوقتي ان اللي بيتم توزيعه حتى ده بكميات زياده اللي هو ب 10 جنيه ونص الكيلو، ده يتم توزيعه من خلال البطاقه التموينيه، ما يبقاش براها، لان براها انا وغيري وغيري هي ايه؟ هيقول لك ايه؟ هبعت اشتري 10 كيلو، بلاش. انت ليك حضرتك عندي، لو انا خدت 100 كيلو ليك عندي 1500 جنيه سعرهم، هاخدهم انا كمسؤول عن التوزيع واديك ال 1500 جنيه. انا لازم، وبعدين مش هتاني ماشي ورا كل واحد، لازم تبقى في اليه لضمان انها وصلت. الدوله دي بتدفع في الحاجات دي فلوس كتيره، اضمن انها وصلت للي عايزها، مش اللي عايز يتاجر بيها، مش اللي عايز يحتكرها، لا. دي اليات بنبحثها كيفيه اتمامها على ارض الواقع، لان الواقع برضه التطبيق فيه مش سهل زي ما كتير قوي متخيلين، لا، التطبيق تبقى النظريه حلوه قوي، تطبيقها على ارض الواقع احيانا يكون في معوقات كتيره جدا. طب يا فندم، المحافظه كانت اعلنت منذ فتره على منظومه معينه بالنسبه لتوفير السلع التموينيه، كيلو سكر لكل مواطن، ازازه زيت لكل مواطن، امتى هيتم تنفيذ هذه المبادره والى اي مدى هتساعد في وسط ارتفاع الاسعار الحالي؟ ما هي دي المبادره اللي انا بكلمك عليها، اللي هي بتنزل انا بوزع لك، انت مواطن جاي لي داخل عليا على مركز التوزيع بدون اي دي، بدون بطاقه، بدون حاجه، خد اتفضل هات الفلوس، شكرا، بديك كيس وبديك كيلو سكر وبديك زيت زيت. المنظومه دي لازم تتقنن شويه عشان اضمن انك انت محتاجها. ما هو حضرتك ممكن يكون عندك سكر وعندك زيت ومش محتاج، اكتفيت باللي تاخده من السلع التموينيه عن طريق البطاقه، وهقول لك روح هات عشان انا اخدها منك. بتنباع، هي بتنباع ب 10 جنيه ونص مثلا كيلو السكر، بيتباع بره ب 12 جنيه و 12 ونص، تمام؟ ففرق ال 2 جنيه ده كتير قوي بيحاولوا يحصلوا عليه، انما الدوله زي ما انت شايف هنا على البطاقه التموينيه، غير التموين نفسه، غير اللي بيتوزع زي ما انت قلت حضرتك لكل مواطن ازازه زيت وايه؟ كيلو سكر، كل ده بينضخ، بس كل ده هل بيوصل لكل واحد ولا كل واحد بيغالي في الطلبات اللي بيطالب بيها؟ هو ده السؤال، وده اللي لازم يندرس على الارض. احنا شفنا اراء المواطنين يا فندم، وحضرتك جيت اخذت ارائهم وكان ليهم بعض المشكلات، ايه اللي حضرتك تقدر تقدمه في الفتره اللي جايه لحل مشكلات المواطنين في محافظه ده؟ هي طبعا انت عارف ده تجمع سكني كبير،
والتعداد السكاني فيه كبير، الاهتمام به من كافة أنواع الاهتمام، سواء من نظافة، سواء من إشغالات، سواء من تعديات، سواء من سلع تموينية، ده لابد يتم على أرض الواقع هنا. فأنا شفت بعض الإشغالات وأنا جاي في الطريق، دي كلها تزال إن شاء الله. تمام، أنا بشكر حضرتك فندم، ونتابع مع حضرتك الجولة اللي حضرتك بتاخدها على أرض الواقع. مشاهدي عين على البرلمان، تابعوا معنا هذه الجولة وبنرصدها لكم على أرض الواقع لحل مشاكل المواطنين في محافظة الدقهلية، تابعونا. في سوق في جميع البلطجية، سوق السيارات، سوق السيارات جميع البلطجية فيه، لا احنا بنعرف نخرج ولا بنعرف نمشي ولا كل ساعتك تقف ساعة ونص على الأقل عند مجمع المحاكم، هو في السوق يوم الأربع. تمام، ساعتك وكلمت ساعتك حي غرب، وكلمت ساعتك مش عارف مين، ما فيش حد بيعمل حاجة، وكلمت مدير الأمن، أنا كلمت ساعتك مدير الأمن يعني قبل كده، مش اللي موجود، لا مش أمن بالملاح، لا 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 لا. هنا دلوقتي اللي انا شايفه، وطبعا يعني السيد من الامن برضو اللي انا مدته هنا بالتاكيد يعني كان بيقوم بال، بس الجهود كبيره بينه وبينه، ما فيش حد بيعمل حاجه يا باشا، وكلمت مدير المرور، كلمت ده وكلمت، مفيش حد بيعمل حاجه، لا انا معلش امر، انا لا اتمنى، انا هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، ايوه صح، الجهد اللي على الارض كبير كبير ما انكروش، ولكن مش مكفي، اللي نظنه انه مش مكفي، اللي احنا نحاوله ان احنا نغطي كل الاماكن على قدر المستطاع. ويا ريت يا باشا ننقل السوق دي من البلطجيه، مفيش حد قاعد هنا عشان قاعد يتفرج، بيقوم بواجبه يا باشا، ربنا يعينك والمسؤوليه صعبه، ونتمنى من الله ان ربنا يعينك عليه. انما تاكد مجمع المحاكم سوق السيارات اليوم الاربع ده حدوته انا اللي هشوفها. ايوه بس بعد اذن ستك، طول النهار ستك المحكمه والسيارات مقفوله كل يوم، شيء يدار، شيء يدار بالاصول، ما فيش مشكله، ده ارزاق ناس وهنقول ومصالح ناس، بتبيع عربيات وناس بتشتري عربيات، دي مصالح لناس كتيره جدا، لكن لا ماشي وماله، لو لقيتنا مكان بديل ما فيش مشكله، تمام صح كده، ولكن مؤقتا على ما ننقل تتم ما فيهاش اي مخالفه، لا في تعامل مع الناس ولا في تعامل مع المواطنين ولا مع اللي بيبيع ولا مع اللي بيشتري ولا فرض ايتاو على حد. هي فيها بلطجه، ايوه ما بتاع سوق المحل يا باشا، انا هو سوق كبير، قصه طويله يعني. ايه رايك في الاسعار يا حاجه؟ قولي لي، قولي انت خايفه من ايه؟ الله والله ما عارفين ناكل، بالله ما عارفين ناكل، بالله العظيم ما عارفين ناكل، احنا ناس، انا بشتغل في بيت اول هام بشتغل في بيت، مرتبي 400 جنيه، مرتبي 400 جنيه، اجيب بهم ايه؟ عارف عندي كام عيل حضرتك؟ عندي 3 عيال وابوهم متوفي، وانا اللي ربيتهم وكبرتهم وجوزتهم. اول ما اشتغلت في البيت اشتغلت ب 100 جنيه، زدت بقيت بربع مية، تعيش الله يخليك يا زوق، الله يخليك، انت شرف لكل الله واحد، الله يخليك يا حبيبي، ربنا يديك الصحة، وهقولها عشان خاطري عايزين نعيش زي الناس. حاضر، بالظبط كده، بس اسمك بقى عشان نعمل لك بحث وايه ونساعدك في المنظومة دي في الحدوتة دي. الحاظ علي عطا الله، الحاظ علي عطا الله، ايوه. اسمها رقم موبايلها؟ لا ما معيش تليفون. ما معكيش تليفون، معقول؟ ما بيجيبوك ازاي في الشغل؟ الحاظ، الحاظ اصلح فيه عائب، بتتكتب بالالماز، الحاظ علي عطلة، علي عطلة. تمام، ساكنه فين؟ في متعالي ديبو متعوام، انا من متعالي، من ديبو متعوام، تبع متعالي خط ايوه مركز المنصوره. حاضر حاضر، نعيش. فضل حضرتك، الاسعار غاليه عليك، انا بتكلم على السعر اللي محطوط هنا بالنسبه للسوق، بالنسبه للسوق لا هنا مناسب بصراحه، احنا بنيجي ناخد من هنا عشان هنا مناسب عن السوق كمان. ايوه حضرتك هنا بيجيبوا يعني بصراحه، احنا بننزل السوق بنلاقي غالي، بنيجي هنا
يعني شوف انا من متعلي سوق متعلي بيوم السبت بلاقيه غالي، باجي اخد من هنا وانا ماشي، بقول انا كل يوم في المنصوره اجيب من هناك وانا ماشي، بشتغل على قلبي من هنا للبلد عشان عشان عندنا عدو مفتريين بصراحه، ما فيش حاجه خالص. ايوه في الفلاحين ما عادش حاجه بخمسة جنيه ولا كده، كله بعشرات عشرات عشرات. طب منين نجيب حضرتك، منين نجيب 10 جنيه؟ منين نشتري رز ولا نشتري عيش ولا نشتري الخضار واكل ولا اللحوم ولا دي ولا دي؟ ها مفيش اي حاجه زي دي موجوده قريبه منكم مثلا في قريه ام القريه الكبيره او اللي فيها الوحده المحليه منفذ فيه هناك؟ لا مفيش عندنا منافس خالص. منافس في الوحده المحليه؟ لا، اللي بقى في المجلس المحلي هو لحمه وفراخ. المجلس المحلي لحمه وفراخ، انما لو عملنا منفذ الخضار والفاكهه وللمواد التموينيه الثانيه هيشيل الوحده المحليه بحالها بالقرى اللي حواليها، صح؟ يا ريت تعملوا لنا منفس، يا ريت نبوس رجلكوا وايدكوا. والله لا 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 لا، احنا جايين في ناس كتير، يعني ما تراعيش حضرتك اصل انا يعني اشتغلت مع واحد طيب زي حالاتك، شالني انا وعيالي، في ناس كتير مش لاقيين، يعني شالني بصراحه لان راجل طلع طيب، شالني انا وعيالي وجوزي متوفي بقاله اكتر من 21 سنه تعيش الله يخليك، فشالني انا وعيالي، في غيري مش لاقيين. وبعدين اللي زيك لا بجد، لا بجد، اللي زيك شالت عيالها وتحملت مسؤوليتها، واللي زيك وسام لأي واحد وفخر لكل واحد. أما موضوعك بقى ده احنا هنشوف لك له حل آخر كويس، وإن شاء الله وهنعمل لك بقى الحل بتاع إيه، القرية الأم اللي فيها الوحدة المحلية يبقى فيها منافذ الخضار والسلع التموينية كلها. حاضر حاضر، المنافذ مفتوحة عشان تبقى دايما بسعر أقل من السعر بتاع الاسواق الثانيه. المنفذ جنب حضرتك هنا، المنفذ جنب حضرتك هنا اسعار في خضار وفاكهه اغلى من السوق بتاع الكفر. انا سالت، كنت في المنفذ ده دلوقتي وسالت الناس اللي بتشتري وقالوا لي في اقل 50 قرش الى جنيه في كل كيلو، تمام؟ ما سبتهمش وسالت عليها، حتى سالت يعني سيدات ورجال من اللي بيشتروهم وكلهم اجمعوا لي تقريبا على نفس الكلمه دي. وطبعا ما هماش مجبرين انهم يردوا عليا الاجابه دي، يعني احنا لو قال لي دي غاليه خلاص هي غاليه، ايه المشكله يعني؟ الخير في حضرتك. ايوه بيكي وانا، بمعنى اللي انت شايفاه غالي سيبك منه وروح هات الارخص، بحيث حتى لو اقل. شوف هقول لك اهو، ما الرقابه ماشي، انت حضرتك رقيبه معايا، يعني لو واحد بيستغل حضرتك ما تدوش فرصه يستغلك. انا ما اخدش الحاجه وانت راجل بتحاول تستغلني، استغلني ليه؟ مش هاخدها النهارده. مش لما اللحمه في طلخه ب 75 ليه؟ الخضار والفاكهه يا فندم في طلخه في الموقف ب 75 وبيحطوا لك دينكم قد كده، وتيجي تكلمه يقول لك احنا بنبيع كده، مفيش اكتر من كده. الخضار والفاكهه يا فندم، والخضار والفاكهه يا فندم نفس الاسعار، 75 في طلخ، ايوه شربين ب 75، وفلاحين يا فندم، فلاحين بيجيبوا من الارض وبيبيعوها اغلى من ازاي وانت فلاح وجايبها من الارض بتاعك؟ انت ازاي بتديني الفلافله ب 10 جنيه وهي في مكان تاني ب 8 جنيه وانت جايبها من ارضك ما اتكلفتش فيها حاجه؟ تمام. بنيجي موقفين عشان ناخد اللحمه من هنا. ايوه فندم، عاملين شويه رقابه يا فندم. وفي سوق الدراسات برضه اسواق كتيره، خاصه الخضار على نصة كل شارع ممكن تلاقي سوق صغير كده الخضار، تمام؟ بياع قاعد بيبيع خضار على فاكهه على على على. اللي واخد ده راجل واخد من واحد وقاعد عشان يبقى على نصة شارعك عشان يبيع لك بالتاكيد الحاجه اغلى. عندك المنافذ، المنافذ انا فاتح المنافذ مفتوحه ليه؟ مفتوحه عشان اديك بديل للسلعه اللي بتحكم حد خارجي فيك فيها، كويس؟ فانت مشكورا تروح المنافذ دي احنا حاكمينها، فبالتالي لو ليك شكوى فيها زي الحاجه ما قالت في طلخه ب 75، لا 75 ليه؟ تمام؟ لا مش ما تجيبهاش، ده نقدر ده بتاعنا، ده ممكن يعني ده احنا حاكمينه نقدر نتصرف معاه، تمام؟
المنفذ دي لوحدها. احنا بنروح نجيب التموين، بنروح نجيب التموين يا فندم، بيعلل لنا الزيت على جنب، يقول لك ده كله سكر، ناخد السكر يقول لك ده كله زيت، يفضل يبيع ويشتري فينا بتاع التموين. اقول لك على حاجه، واللي بتاخديه كبديل لاستهلاك العيش ده، انت تراجع فلوسك ليك كام؟ ايوه تراجع فلوسك كام اللي وفر اللي ليكي، وهتاخدي بيه ايه لو عايزه تاخدي بيه حاجه، لان دي مسؤوليتك انت. هو ممكن حضرتك ده كله سكر الموجود الوقت، عاجبك اشتري، مش عاجبك روحي بعيد، يعني ما تشتريش مننا. طب ليه ما انت تديني زيت زيت وكيسين سكر امشي نفسي؟ معليك. طب ليه يقول لي لا؟ الفتره دي من 55 ل 70 فتره كم؟ 55 يعني شهرين او شهر. ليه معليك كانت ب 55 ورفعت 70 كده على طول يعني؟ بالظبط كانت ب 55 نطت مره واحده يعني. دي لحوم سودانيه مبرده، دي لحوم سودانيه مبرده سعود. لحوم سعادتك دي لحوم سودانيه مبرده، وده حاليا موجوده في مجمعات القاهره بسعر 75 جنيه، بديلها الموجود في السوق الخارجي تخطى ال 100 جنيه، 110 و120 جنيه، وبنفس الجوده فريش، لان بتيجي في عربيات معالي الوزير، العربيه سيادتك قدامك مبرده، بتيجي مبرده بتوصل بصوره جيده على صلاحيه، بنيجي كميات بنوزع على مستوى محافظه دقهليه، بنختار طب البيطري تحت اشاره طب البيطري، مباحث تموين مع اشراف الادارات المختصه، وكلها تخضع للاشراف من كافه الاجهزه الرقميه. شوفي تفاوت الاسعار في المنافذ غير مسموح به. لا بتزود عشان ان انا اشتري منك، وانت في ايدك ان انت تنزل لي كيس السكر لكذا، وفي الطبيعي بتخليه لي بحاجه ثانيه. طب وليه؟ طب ما انت في ايدك تنزله، ليه بتبقى جاشع عليا؟ هنا مفيش رقابه. بيع ب 8 جنيه و7 جنيه ونص، وفي كيس السكر بينباع ب 10 جنيه ونص، انا ايه اللي يجبرني اروح لدول؟ لا يا فندم، دي واحده، ال 14 ده اللي متاخد منك ب 10 ونص، فيها ب 10 ونص بيتوزع في كل حته. لا ده مش مع البقال بقى، ده مش مع البقال، ده في العربات اللي بتوزع، متوزع خلال شهر بنتكلم فيه حوالي 400 طن سكر متوزعين. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، مشاهدي عين على البرلمان، ونحن في محافظه الدقهليه لمتابعه سير الامور الحياتيه الخاصه بالمواطنين. نحن في مدينه المنصوره الان، نحن نقف الان مع سياده المحافظ الدكتور احمد شعراو محافظ الدقهليه، مع في احدى الشوادر الخاصه ببيع اللحوم. سياده المحافظ نزل الى الشارع لمعرفه الاسعار التي تباع داخل منافذ اللحوم، وايضا داخل الاسواق الخاصه بالخضروات والفاكهه. احمد بيه بنرحب بحضرتك مره ثانيه يا فندم، وعايزين نعرف من حضرتك الجوله اللي حضرتك خدتها في سوق الخضر والفاكهه، والنهارده دلوقتي حضرتك داخل احدى الشوادر الخاصه ببيع اللحوم. المواطنين كان لهم بعض الملاحظات لارتفاع الاسعار، ايه الاجراءات اللي حضراتكم بتتخذوها والمحافظه بتتخذها لضبط الاسعار بما يخدم المواطنين من محافظه ده؟ بداية يعني عايز اقول لك معلش انا طولت عليكم النهارده، انت كنت جاي عشان تحضر معايا المدرسه كويس، وانا خدتك معايا في الجوله، فيعني خدت من وقتكم كتير، انما كنت عايزكم تبقوا مراقبين معانا للموقف على الطبيعه. طبعا الجوله دي اميز حاجه فيها انك بتسمع الشكوى مباشره من المواطن، وبتعرف فينها نقط الديفكت اللي موجود عندك موجود فين. يعني زي ما انت سمعت حضرتك كده ان في منفذ من المنافذ بيبيع كيلو ب 75، طب ما هو ده نفس المنفذ بيبيع ب 70 وبيتعامل مع الجمهور بطريقه كويسه، زي ما دخلت احنا عليه فجاه لقينا فاصل الدهن لوحده، فاصل اللحم لوحده. دي بتديك انت لما تتابع ايه؟ وتدور على ايه؟ وتشدد الحملات التموينيه وتكترها، وتكتر توافر السلع في المنافذ، وتراقب توزيعها رايح فين؟ المنافسه مهمة، أنت واحد بتبيع غالي، أنا لازم أوفر السلع على المواطن في منفذ آخر بسعر معقول، بسعر مناسب للمواطن، فبالتالي المواطن هو اللي إيه حر الاختيار، رحت لو السلعة غالية أنت حر، إنما أنا موفر لك السعر اللي هو تقدر أنت عليه.
وزي ما شفت برضو لقينا بعض الايه العيوب، ان في بعض القرى الام ما فيهاش منافذ لبيع الخضار والفاكهه والمواد والسلع التموينيه، فدي لفتت نظرنا ان احنا نفتح في القرى الام هذه المنافذ. فبالتالي المواطن بشكوته بيساعدك على تعديل الموقف على الارض. لو هو ما حكلكش هذا الموقف انت مش هتبقى عندك حلول، او هتدور انت على العيوب بنفسك، هو بدل ما تضيع وقت في البحث عن العيوب انت خدتها جاهزه. فبالتالي بقيت انت دلوقتي همتك تبحث عن حلول، مش لسه هدرس وادور على العيوب فين وبعدين بعد ما الاقي العيوب ابدا ادور على الحلول، لا اختصرنا بيها كده الوقت كتير. ضبط الاسعار يا فندم، ايه اللي هتقدروا تعملوه في الفتره اللي جايه لضبط الاسعار وسط تضارب الاسعار ما بين تاجر لاخر؟ شوف والله حضرتك على حاجه، زي ما انت شفت في الخضار بيتنوع ما بين حاجات كتيره جدا، في تاجر خضار، في فلاح بيجيب من ارضه على طول ويبيع، وفي تحت التاجر اتنين تلاتة تجار، توصل للست اللي قاعدة على نص الشارع هي بتعتبر انها بتوصل الخضار لغاية عند بيتك كده، فده في فرق سعر كويس. دي كلها متنوعات. هي بلا شك التفاوت في الاسعار ده احنا مش هتقدر تلزم سعر الخضار اللي موجود في السوق كله على سعر واحد، لا انت الاهم المنافسة. انت حضرتك حاطط السعر 10 جنيه، انا هوفر سلعة ب8 جنيه والسلعة جيدة، بالتالي اديت المواطن الاختيار. انما عشان تضبط الاسعار وتقف ورا كل واحد بيبيع بكام، لا هو يجي بالليل ويبيع بسعر غالي، انما توافر السلعة والمنافسة فيها هو ده العنصر الاساسي لضبط السعر. توفرها يساعد على خفض سعرها، ده واحد. اتنين، انخفاض السعر في المنافذ اللي بتتعمل وتكتر منها، ده يدي رسالة للجميع ان السلعة متوفرة بسعر اقل من المعروض قدامك، تعال خدها. انت ليه كيف انك انت تروح تاخدها ب 10 جنيه وهي متوفرة ب 8؟ بس ده هيبقى السؤال هنا. انما عشان يعني حضرتك تقصد ان المواطن لازم برضه يبقى في رقابة من المواطن ايضا بجانب الحكومة وبجانب الدولة. ده حضرتك المواطن هو الرقيب الاصلي. مين متلقي الخدمة؟ حضرتك لما بتكون بتعمل اي خدمة حضرتك في قناة بتشوف عدد المشاهدين اللي عندك، ودول يدوك انطباع عن مدى رضا المشاهد عن اللي انت بتقدمه، صح كده؟ يبقى اذا ده المستهلك بتاعك وانت بتبحث عن رضاه ازاي وبتعمل له استطلاع. مين المستهلك بتاعي؟ المستهلك بتاعي هو المواطن. فبالتالي انا بقيس مدى رضاه عن الخدمات به هو. نمرة اتنين، هو الرقيب، هو اللي بيديني. يعني انا ممكن اتصل بحضرتك بالقناه لك والله انتوا عندكم البرنامج ده حلو، البرنامج ده يعني مش كويس قوي، ده راي شخصي، لو لقيته اجماع لا يبقى انا لازم افكر في سياستي في القناه، صح؟ هكذا المواطن لازم هو اللي بيقوله واشوف اتجاهات الناس، ده مش راي شاذ، ده راي عليه اجماع، يبقى ده اللي ابحث عن حل. هكذا انا بقدم له خدمه وهو المستهلك بتاعي، لازم رضاؤه وانتقاده للخدمه يكون عندي. طب يا فندم، واحنا مع حضرتك في الجوله لقينا احدى السيدات بتتكلم ان مرتبها او معاشها 400 جنيه وسط ارتفاع الاسعار ما مش قادره تعيش، ماذا عن منظومه دعم الفئات الاولى بالرعايه؟ هتعملوا فيها ايه؟ دي اتخدنا اسمها على طول وهنعمل لها معاش عن طريق التضامن الاجتماعي. لكن ما جبت سيره السيده دي، دي سيده زوجها توفى عنها من 20 سنة، ربت ولادها، كافحت، وزي ما قالت انها بتشتغل في البيوت، وكنت فخور بها جدا لان العمل شيء جميل والعمل قيمه، والعمل هو اللي بيعمل الانسان قيمه. الانسان اللي بدون عمل ده انسان بلا قيمه. الست دي بالذات كانت ست موضوعيه معايا في الكلام جدا، ست رائعه، هي دي الام المصريه. انا بنشد ودايما دايما بدور عليها اللي هي بتكافح ورا اولادها ايا كان اللي هتبذله من جهد. فهي الحمد لله خدنا اسمها وهنحللها مشكلتها، وهي سيدة طبعا هتظل تعمل لان اللي زي دي ما يعرفش يقعد بدون عمل، اللي زي تعودت انها تشتغل. فانا كنت سعيد بها جدا وهحللها مشكلتها ده بالتأكيد ان شاء الله. وامثالها عندنا على فكرة كتير، ودول هم الرصيد بتاعنا اللي احنا مرتكزين عليه. طب يا دكتور، في تجار ملتزمين زي ما حضرتك شفت هنا وفي تجار جشعين، ايه الاجراءات اللي ممكن تتخذوها لمحاسبه هؤلاء التجار ومكافحه هذه الظاهره؟ دي منافذ المفروض انها تحت سيطرتنا، فبالتالي اللي يخالف فيها ده حسابه عسير قوي، يعني ده حسابه عسير، وده سهل انك انت كمان تعمل له انضباط. هو هيفكر ان هتجيله حملات تموينيه هيبقى مستعد لها، لا هو يروح لواحد بيشتري عادي زي واحد من المواطنين دول،
وهو ما هوش عارفه، لانه كل مره هيلاقي واحد شكل، والحمد لله عندنا الناس اللي بتشتغل معانا كتير، فبالتالي اللي هيكلفنا الموضوع ايه؟ حق كيلو لحمه سهله كويس، هنبعت نشتري منه زي اي مواطن تمام، وهناخد منه كل اللحمه. هنشوف تعمل معانا ازاي. ادانا اللحم نفسه شكله ايه، قطع لنا كده ايه كلها دهن، وموفر اللحم الاحمر للناس حبايبه، الناس كده الناس كده يبيعوه لهم، هم عارفين ممكن ياخدوه منه بدل 70 ياخدوه ب 80، فبالتالي هم احسن لي، ما دي كلها تلاعبات تمام. هو مش بيدينا انا لحمه بيضة عشان وهيديها للتاني مجامله، لا هو هيديها له بسعر اغلى. طبعا المواطن اللي خدها بسعر اغلى هو ساعده على الاستغلال ده بديع، بس سيبك منه، احنا ندور على ان احنا بقى نعمل احنا مع الحدوته دي، الحدوته اللي بيلعبها مع المواطن احنا هنلعبها معاه، وبالتالي لو وقع فيها يبقى هو حر، هو اللي عمله في نفسه، تبقى سنته سودا بالظبط. يا دكتور بسأل حضرتك برضه يا فندم، ان في عدد من المواطنين بيجوا من مناطق بعيده عشان ياخدوا الاسعار الارخص، هل ممكن توفر عدد من المنافذ في الاماكن المخصصه لهؤلاء المواطنين بحيث ان هم ما يتكبدوش عناء المواصلات والمسافه الطويله ديت لشراء الأسعار؟ هي ديت احنا رصدناها اثناء الجوله، فبالتالي فتح منافذ في القرى الام، احنا عندنا خد بالك الدهليه كبيره، احنا عندنا 498 قريه كويس ام، فبالتالي فبالتالي عدد منافذ ضخم والمسافات ممتده، انت بتوصل ما بين المنصوره وبعض الاماكن توصل ل 80 كيلو، ده للايه؟ للسنتر للمركز، انما للقرى لا ممكن ابعد من كده، فبالتالي انك تغطي ده كله اتوانس صعب شويه، انما تبدا وتبدا كمان في الاماكن البعيده مش ابدا في القريبه، اصل خد بالك اللي جنب هنا في مسافات توصل 20 و30 كيلو ده سهل، انما في مسافات 80 كيلو ده لازم اوصل له هناك الاول، هو الاولى بالرعايه بتاعتنا الاول ان احنا نفتح له منافس في القريه الام بتاعته، وبعدين نخش على الاقرب فالاقرب، دايما لما يكون عندك شيء المراحل بتاعته بالاولويات، ده اولويته اهم عندي، وما يزعلش مني حد لان هو راجل مسافه كبيره، فلازم ده يبقى هو له الفرس، لازم الفرس بريورتي. طب سؤالي ايضا يا فندم، المشكله ان بعض التجار بيطرحوا سلع غير مطابقه للمواصفات، وايضا هناك سلع ايضا منتهيه الصلاحيه، ايه اللي حضراتكم تقدروا تعملوه لضبط هذه المساله؟ لا احنا على مدى الفتره اللي فاتت عملنا حملات تموينيه كبيره، وضبطنا كميات من اللحم غير صالحه او منتهيه الصلاحيه او تاريخها عدى كتير، وحتى في مجال الدواء عملنا حملات، لا دي مش سايبينها، سواء سيادتك بتبيع بقى خضار، بتبيع ايا كان اللي بتبيعه، احنا بنقول طبعا ده سوق عرض وطلب ماشي، انا على عيني وراسي كل الكلام ده، ولكن اللي هي مطابقه السلعه للاستخدام ده لازم شرط اساسي، حضرتك بتبيع سلعه هتبيعها للجمهور انها تكون صالحه مخزنه صح محطوطه صح، لا يبقى ده كده انت عندي مخالف، انما مثلا خضار وهو بيبيعه ب 10 وغيره بيبيعه ب 8 وهو راجل تاجر حر مع نفسه ماليش عنده حاجه غير ان نفسه بسعر اقل بس، انما ليه عنده ايه؟ ان الخضار اللي عنده او الفاكهه اللي عنده او اللحم اللي عنده يكون مطابق، سواء جزار عادي او جزار من اللي هم في المنافس او في اي حته، صلاحيه السلعه اللي عنده ده شيء اساسي، ودي مهمتنا مش مهمه الناس. طب يا فندم عايزين برضو نوضح للتجار وايضا اصحاب المجازر الاجراءات القانونيه لهؤلاء المخالفين، عايزين نوضح لهم ان هناك عقوبات رادعه في هذا المجال، عايزين نوضح الاجراءات القانونيه وايه الجريمه اللي بيعملوها، هل هناك مخالفات ماليه، هل هناك عقوبه ماليه، هل هناك عقوبه جنائيه، عايزين نوضح لده. شوف اقول لحضرتك على حاجه، انت لا تستطيع ان تطبق شيء غير موجود بالقانون صح، هو بيتخذ معاهم الجانب المشدد من الجزاء، ليه؟ عشان الجزاء يكون رادع، انما اقدر اطبق شيء اكتر من المستحق خارج الاطار اللي حطه القانون، دي مش من صلاحيات اي حد تمام، فبالتالي باخد الجانب المتشدد عشان حاجه، عشان ادي رساله لا تخالف، انا مش عايز منك حاجه، انا مش مضطهدك، انا بقول لك دول اهلك زي ما هم اهلنا، خليك يعني معتدل معاهم، حضرتك حطيت السعر اللي انت عايزه اصلا، طب لما حطيت السعر انت عايزه ليه؟ جودة السلعة مش صح،
ليه السلعة تكون تاريخها انتهى؟ ليه ليه 100 سؤال؟ يعني أنا ما فرضتش، يعني الجزار اللي بيبيع لحمة بره ما حدش فرض عليه سعر، بيحط السعر اللي هو عايزه، السعر التنافسي، تمام؟ طيب لما أنت خدت اللي أنت عايزه ما اديتش اللي الناس عايزاه ليه؟ ده بس، هي رسالة بسيطة جدا. ما يجيش بقى يشتكي بيقفلوا أرزاق الناس بيعملوا، لا مش أرزاق الناس إنك أنت تضحك على الناس، مش أرزاق الناس إنك أنت تبيع للناس سلع مش صح. بس أنا بشكر حضرتك فندم، شكرا جزيلا، ودي كانت جولتنا النهاردة مع سيادة المحافظ الدكتور أحمد شعراو محافظ الدقهلية اللي نزل وسط الجمهور وأيضا في الشوارع لرصد سير متابعة ضبط الأسعار وأيضا ما يريده المواطنون في المحافظة. بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.